تم بعون الله في بلدة مضايا ردع ثلاث مدرعات للأمن السوري والشبيحة، وتم ردعها بواسطة الضباط الأحرار الجيش السوري الحر في منطقة الزبداني التابع لكتيبة أبو عبيدة الجراح. هم الآن على الاستيراد الرئيسي الذي يصل منطقة الزبداني في دمشق، ويحاولون اقتحام بلدة مضايا ومدينة الزبداني، وبفضل الله وبحمده تم ردعهم والوقوف في وجههم، والسلام عليكم ورحمة الله.